متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نجمة منصة تيك توك فاطمة الزهرة والمعروفة سليم لبيس، راكم مليحة شراك. كوكو سليم. فاطمة وبعد ظهورها في مسلسل رمضاني تعرضت لهجمة واستياء كبير من الجمهور ومن شخصيات في مجال الفن والتمثيل، إلا أن مونيا بن فغول كان لها رأي مخالف حيث دافعت عنها وساندتها من أجل الوصول إلى حلمها. نجمة تيك توك فاطمة الزهرة نشرت صورة مونيا بن فغول مرفقة بهذا المنشور حيث كتبت: أنت الآن أستاذتي وقدوتي. أحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.